رائعة. الكلمات تخونني والعبارات لا تسعدني، فماذا أقول في فقيد مدينة البيضاء، فقيد الفن، فقيد الريشة، فقيد المسرح عبد العالي شاكر. جنة الخلد، نرحب بالجميع دون تخصيص ودون ذكر أسماء. فكل الذين يحضرون اليوم لتكريم عبد العالي شايب يستحقون التحية والتقدير، ونقول لكم مرة أخرى. فهي كما هي اضمحلت، لا تزال تبحث في دروب وكل أحياء المدينة التكنة. المرسومة إخراج تأليف عبد الله عبد الإله الرابحي وإخراج عبد الرحيم النسناسي. ناصر عبد الفتاح من جمهورية مصر، والعمل من إخراج المرحوم شرح البال عبد الهادي. جهزنا هذا التكريم ومعه تكريم آخر كان في مدينة درنا في مهرجان درنا الزاهر الدورة الثالثة. أعطونا الدرع، كنا ضروري ما سلمناش في بيته أو لحد إلا أن يكون في حفل. اليوم حنسلموا درعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عز الدين المهدي مخرج مسرحي. أولا نقدم لكل المشاهدين التبريكات بشهر رمضان، حلول عيد الفطر المبارك. يا ربي يعود عليهم وعلينا بالخير. ونحن اليوم في مدينة البيضاء نحتفل بتقديم عرض مسرحي بانوراما سيد الألوان، تتحدث لي عن روح الفنان الكبير الشامل عبد العالي عمار شعيب، عن المسكين الصغير في رائعته نحن هو المنتظر. الحمد لله قدمنا العرض، وشكرا فعلا لكل الجمهور الجميل اللي اليوم شرفنا بحضوره. وتوجنا هذا العرض بختام المونديال المغاربي للمونودراما في دورته الثانية أونلاين، ونتمنى أن تعم الثقافة المسرحية في كل ربوع ليبيا، ويتوحد هذا الوطن، تتوحد ثقافته، تتوحد فنونه، تتوحد نفوسه، كل من يحب ليبيا. نتمنى أن ليبيا ترتقي إلى مستويات كبيرة جدا، ويا رب يوحد الشعب الليبي. وكل عام وانتم بخير، ويعود عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية والرفاهية بإذن الله تعالى. شكرا.